راديو الأهرام يقدم سكة سفر مع هاني عمارة. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج سكة سفر على راديو الأهرام والتي ننقلها لكم من العاصمة البريطانية لندن، ونرصد لكم عددا من التفاصيل التي رصدناها أو تعرفنا عليها من خلال وجودنا في انتخابات المنظمة البحرية العالمية، والتي شهدت انتخابات المجلس التنفيذي ونجحت فيها مصر وفازت بمركز متقدم يوم الجمعة الماضي. ونبدأ هذه الحلقة بالتفاصيل، نرصد لكم شركاء المربع الذهبي الذي صنع النجاح لمصر بالمنظمة البحرية، كيف عزف الجميع سيمفونية في حب الوطن وأصبح الكل في واحد. فريق وزارة النقل والسفارة المصرية بلندن يواصل الليل بالنهار لمتابعة الوفود واللقاءات. لماذا قدم الوزير الشكر لممثلي مجتمع الملاحة من القطاع الخاص؟ الأكاديمية العربية ترسخ دورها الإقليمي لدعم مصر والدول العربية في الانتخابات واللقاءات الدولية. عبد الغفار خريج الأكاديمية أصبحوا سفراء فوق العادة في الدول الإفريقية والعربية. هذه هي عناوين الحلقة الجديدة من برنامج سكة سفر والتي ننقلها لكم كما قلنا من العاصمة البريطانية لندن، وننتقل إلى التفاصيل. راديو الأهرام كان هناك في العاصمة البريطانية لندن وسجل لحظات فوز مصر بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية العالمية يوم الجمعة الماضي، ورصد الأدوار والكواليس التي جاءت بمسام سيمفونية عزفها الجميع خارج الوطن، بداية من وزارة النقل وفريق العمل التابع لها برئاسة المهندس كامل الوزير وزير النقل، واللواء أيمن صالح رئيس قطاع النقل البحري، ودينامو الفريق وائل عفيفي، واللواء حسين الجزيري رئيس هيئة السلامة البحرية، والذين كانوا بما يتواجدون في مقر المنظمة منذ الصباح وحتى الساعات المتأخرة من الليل لمتابعة الجلسات واللقاءات والترتيب مع سفارات وممثلي الدول الأجنبية. أما الضلع الثاني في هذا المربع هو السفارة المصرية في لندن من خلال سفيرنا النشط والمحترم طارق عادل ومساعديه ريم الدهشان وأحمد عزت. هذا الفريق بذل جهودا جبارة لترتيب اللقاءات والتربيطات مع سفراء الدول الأجنبية حتى يتم التصويت لصالح مصر. وكانت الزيارة التي تم تنفيذها لهذه الوفود إلى معرض توت عنخ آمون الموجود حاليا في لندن لها مفعول السحر لممثلي هذه الوفود، خاصة أنها جاءت قبل التصويت بساعات. أما الضلع الثالث في هذا النجاح فقد كان القطاع الخاص ممثلا في المجتمع الملاحي الذي ضم محمد مصلحي رئيس غرفة ملاحة الأسكندرية وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة منهم مروان السماك ومدحت القاضي ومحمد العنتابلي ووليد بدر، بالإضافة إلى عمرو مصلحي ممثلا عن الغرفة التجارية بالأسكندرية، فضلا عن عادل اللمعي رئيس غرفة بورسعيد وعبد العظيم الريدي غرفة ملاحة دمياط. ولا شك أن مشاركة هؤلاء والتواجد في مقر المنظمة كان محل ترحيب شديد من وزير النقل الذي قدم لهم الشكر والتقدير على هذه المشاركة والدعم للملف المصري. أما الملف الرابع فعلينا توقف أمامه كثيرا، ويمثل ذلك الضلع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ورئيسها الدكتور إسماعيل عبد الغفار الذي تواجد بقوة في كواليس المنظمة دعما لمصر والدول العربية المرشحة وهي السعودية والكويت والمغرب والإمارات، وقد فازوا جميعا باستثناء السعودية للأسف الشديد. وأهمية الأكاديمية في هذه الانتخابات أن خريجيها من الدول العربية والإفريقية غالبا ما يتولوا مسؤوليات تنفيذية بقطاعات النقل في بلادهم، وبالتالي يتم الاستفادة من هذه العلاقات للترويج ودعم التصويت لمصر والدول العربية. وكانت فرصة أن نلتقي مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار في مقر المنظمة بلندن ليجرى حوار موسع عن الدور الذي لعبته الأكاديمية في هذه الانتخابات، وأيضا رسائله الذي توجه بها إلى المجتمع الملاحي المصري والفروع الجديدة أيضا للأكاديمية التي
بدأت في العالمين، والمقرر أو المتوقع أن تفتتح أيضا خلال أيام قليلة في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة. نحن هنا في العاصمة البريطانية لندن لمتابعة انتخابات المنظمة البحرية العالمية. من المعروف أن مصر هي مرشحة لعضوية المجلس التنفيذي لهذه المنظمة، وملاحظ في هذه الانتخابات أن هناك سيمفونية يتم عزفها بالتنسيق ما بين الأجهزة التنفيذية للدولة والمجتمع المدني وأيضا الجانب الأكاديمي والتعليمي، متمثلا في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والتي كان لها دور رئيسي في دعم دور مصر في هذه الانتخابات. بهذه المناسبة يتواجد معنا هنا في لندن، أو نتواجد مع نحن الذين نتواجد معه هنا في لندن، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. إليكم هذا الحوار مع الدكتور إسماعيل. برحب بك يا فندم. أهلا بحضرتك، كل سنة طيبين، ويا رب التوفيق لكل دولنا العربية في الانتخابات، ومصرنا الحبيبة يا رب إن شاء الله كده كما تعودنا تكون إن شاء الله في المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية إن شاء الله. معروف أن خريجين الأكاديمية هم سفراء على المستوى الإفريقي والعربي لدعم مصر، يعني يريد حضرتك تلقي الضوء على هذه الزاوية تحديدا. طبعا في البداية كلنا عارفين قد إيه التعليم بيؤثر في الإنسان، بيغير الإنسان وبيبني الإنسان. فالتعليم مهم جدا لكل إنسان يتنفس على وجه الحياة، وطبعا كل واحد فينا اتعلم في مدرسة أو في جامعة بيتنيه طول عمره، بيكن لهذه الجامعة ولا هذه المدرسة كل الاحترام والتقدير، ويكن أيضا للبلد التي تحتضن هذه الجامعة. مصر بفضل ربنا من 1972 احتضنت أكاديمية العرب، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لم تبخل عنها بشيء. كبرت الأكاديمية في مصر، خدت كل الدعم، جه كتير من الدول العربية دارسين في هذا الصرح الأكاديمي العربي، جه دارسين من الدول العربية، جه دارسين من آسيا، جه دارسين من أفريقيا. فطبعا كل دول اتخرجوا من مقر الرئيس الأكاديمية في أبو قير في الأسكندرية، بيحكنه كل الاحترام وكل التقدير للأكاديمية وللبلد العظيم مصر التي تحتضن الأكاديمية. ومن هنا يعني بيجي دور خريجي هذه الأكاديمية اللي الحمد لله نضجوا وكبروا وأثبتوا وجودهم وأثبتوا ذاتهم ونجحوا في أماكنهم وتدرجوا في كافة الوظائف. النهاردة كتير من خريج الأكاديمية يعني على رأس المؤسسات وعلى رأس الموانئ العربية والأفريقية والآسيوية، وبنشوف هنا في الأكاديمية في المنظمة البحرية الدولية بنشوف هذه فعلا، بنشوف لما بحضر الاجتماعات كل سنة بانتظام في المرتين اللي بنجتمع فيهم الكونسل والأسمبلي المجلس التنفيذي أو الجلسات، بنشوف قد إيه خريج الأكاديمية بيلتفوا حول رئيس الأكاديمية وحول من يمثل الأكاديمية. فطبعا كل ده دعم لمصر، مصر الحبيبة. لكل دول بيكون كل احترام وكل احترام وتقدير. والنهاردة بقى الجديد اللي احنا شايفينه، النهاردة خريجين الأكاديمية تدرجوا مش في بس في الدول، لا في المنظمة البحرية الدولية نفسها كمان. هنا النهاردة هنلاقي كتير من خريج الأكاديمية بدأ يعني قريب هيبقوا على رأس الأقسام والإدارات والقطاعات المهمة والمؤثرة في المنظمة البحرية الدولية. كلهم بيكنوا لمصر كل احترام وكل التقدير، كلهم واعيين لدور مصر، كلهم عارفين قد ايه مصر دولة مؤثرة ويجب ان تكون اكثر تأثيرا في المجال البحري.
فطبعا ده دور كبير الأكاديمية عملته على مر السنين. والنهاردة بنشوف العرب بيفتخروا قد إيه بالأكاديمية، وبنشوف النهاردة يعني الأكاديمية تأثيرها جوه المنظمة هنا، المنظمة البحرية الدولية، قد إيه تأثير كبير. وده كان واضح من يعني مقابلاتي أنا شخصيا كرئيس أكاديمية مع سكرتير عام منظمة البحرية الدولية، مع رئيس الجامعة البحرية الدولية، مع رؤساء القطاعات. فكل ده في الآخر لصالح مصر ولصالح أمتنا العربية. يعني قبل أيضا موضوع الاقتراع والذهاب إلى أيام الانتخابات أو أيام الحسم في اختيار مصر في هذا المحفل الكبير، كان هناك أيضا تحضير في مصر من خلال وفود أفريقية وفود عالمية زارت الأكاديمية، وكانت برضو بتأتي في إطار التحضير والدعم المصري في هذا الجانب. يريد برضو حضرتك تلقي الضوء على الوفود اللي الأكاديمية استضافتها في الأسكندرية وفي القاهرة وفروعها المنتشرة في مصر وخارج مصر. طبعا بالتأكيد احنا الأكاديمية لها سياسة واضحة. الأكاديمية ما هيش أكاديمية محلية أو أكاديمية لم تكتفي بالدور الإقليمي حتى. النهاردة الأكاديمية يعني ليها ثقل على المستوى الدولي والعالمي. النهاردة سكرتير عام منظمة البحرية الدولية ما بيتكلم على الأكاديمية بقول إن لم تكن هي أكبر جامعة بحرية على مستوى العالم على الإطلاق، فهي واحدة من الأكبر. فده طبعا يعني إحنا حرصنا في الأكاديمية إن إحنا نجيب كل مندوبي الدول في المنظمة البحرية الدولية، نجيبهم يزوروا الأكاديمية ويطلعوا على أحدث ما وصل إليه من حيث القدرات العلمية والمعملية الوفود اللي جديت قالت إيه يا دكتور بصراحة كده نوصل للمستمع، قالوا إيه عن الأكاديمية هذه الوفود اللي جت؟ يعني أنا حسب ما سمعت أنهم خرج منبهرين بمستوى الأداء العلمي والتعليمي في الأكاديمية وفروعها. لا بالتأكيد هو انبهار في محله، لأن فعلا الأكاديمية بتستثمر كتير قوي في بناء قدراتها البشرية. عندنا يعني يمكن أكتر من 60 خريج من الجامعة البحرية الدولية، عندنا أحدث محاكيات، عندنا أحدث معامل. فيعني ما كانش مستغرب أبدا لما ممثل وزارة الخارجية اللي كان الخارجية المصرية اللي كان مصاحب للوفود اللي زارت الأكاديمية، لأن احنا كنا دعينا كل الدول الجزرية جم زاروا الأكاديمية وبالتالي زاروا مصر والتقوا مع ممثلي وزارة النقل وقطاع النقل البحري والخارجية المصرية. فبتبقى يعني فرصة الأكاديمية بتتعرف إمكانياتها، وفي نفس الوقت برضو أكيد بننسق الكلام ده مع دولة المقر حقها علينا مع مصر، لأن هي مصر زي ما قلت هي التي يعني دعمت الأكاديمية على الإطلاق. فطبعا يعني ما يقولوا مثلا احنا انبهرنا بحاجتين، بالهرم كتاريخ لمصر وبالأكاديمية العربية كصرح علمي متميز على أعلى مستوى. لم يكن يتصوروا أن تكون هذه المعامل وهذه المحاكيات موجودة في الأسكندرية أو في أفرع الأكاديمية المختلفة. فطبعا كلمة سكرتير العام، كلمة رئيس الجامعة البحرية الدولية لما تقول كانت اللي شافته كان أكبر مفاجأة لها في حياتها، ان ما لم تكن تتصور ابدا ان في كيان بهذا التنوع وهذه القوه وهذه الحداثه مثل الاكاديميه. فطبعا احنا يعني بنتعاون بشكل متميز مع وزاره النقل المصريه، بننسق كل شيء، وطبعا اكيد حضور معالي وزير النقل الفريق كامل الوزير لهذه الانتخابات اعتقد شيء مهم وشيء يعني بيدي رسالة قوية للمجتمع البحري الدولي قد إيه مصر تعي دور المنظمة البحرية الدولية. وبتمنى إن شاء الله لكل دولنا العربية ومصرنا الحبيبة كل التوفيق في الانتخابات. يعني شفنا في التصويت النهاردة في المرحلة في الفترة الصباحية الإمارات تشرف العرب وبتفوز بعضوية في المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية
عن الفئة باء أو الفئة بي، وده يعني وتطلع بنختار 10 دول، فتطلع هي الثامن. يعني شيء رائع كبير أيضا، يعني حقيقي فخر لنا كلنا كعرب للإمارات، للإمارات. نعم. وده يوري ثقل الأمة العربية دي. طبعا يعني تخيل النهاردة يعني كانت مفاجأة كبيرة جدا أما نلاقي السويد بتخرج من هذه انتخابات هذه الفئة باء، وبتدخل والإمارات دخلت منفات كانت نرتبها العاشر، النهاردة بتطلع الثامن، وهكذا. وده يأكد قد إيه ثقل وقدرات التي تتبعها دولنا العربية. فألف مبروك للإمارات العربية المتحدة، وإن شاء الله نهني الدول العربية في الفئة ب. عندنا إن شاء الله في الفئة سي، آسف، جيم، عندنا النهاردة إن شاء الله مصر، عندنا السعودية، عندنا المغرب، عندنا الكويت، 4 دول عربية بيتنافسوا في 24 دولة متنافسة. هنختار منهم 20، هيتم المجتمع الدولي هيختار 20 منهم. فإن شاء الله يعني كلنا متفائلين، كل العالم بيقدر مكانة مصر وبيقدر ثقل مصر. ويعني زي ما نقول يعني كان أول يعني واحد من أبرز وأهم ما حققته القيادة السياسية في مصر، من كان يعني تقريبا كان أول إنجاز من إنجازات المشروعات القومية العملاقة كان يكون هدية للعالم البحري، للعالم فعلا كل العالم كانت سعيدة بما تم يعني إنجازه في قناة السويس. وده طبعا أسهم كتير في إعادة الحيوية لقناة السويس، لكن طبعا ما زال قدامنا مشوار أكبر إن شاء الله في مصر من أجل استثمار قناة السويس بشكل يعني يتوافق مع قيمتها وتنمية محور قناة السويس إن شاء الله. اتصالا بالدور الدولي يعني الذي تجاوز الإقليم حتى العربي، دكتور، أخيرا سيادتك كنت في اليابان والأكاديمية فازت بتنظيم مؤتمر يعني مؤتمر عالمي للجامعات البحرية، ياريت برضه حضرتك تلقي الضوء على يعني هذا الحدث يعني وإيه اللي حصل في كواليس الاجتماعات في اليابان. هو طبعا يعني احنا يعني في مؤتمرات بحرية كتير بتنظم على مستوى العالم في العديد من الدول. الأكاديمية نفسها عندها مؤتمر المارلوج اللي السنة دي ان شاء الله في مارس القادم الدورة التاسعة ليه، بانتظام مؤتمر دولي في مجال النقل البحري واللوجستيات. لكن في يعني مؤتمر التجمع البحري العالمي لكل الجامعات البحرية على مستوى العالم، بينظموا اتحاد الجامعات البحرية العالمية على مستوى العالم. فالمؤتمر ده كل سنة بيعقد في دولة. هذا العام كان في اليابان، السنة اللي قبلها كان في برشلونة، وهكذا. يعني كل عامين كل عام بينعقد في دولة، لكن نتيجة برضو الدولة اللي بتستضيف أو الجامعة اللي بتستضيف هذا المؤتمر وبتنظم هذا المؤتمر محتاجة تنسيق دولي على أعلى مستوى مع كل المؤسسات الدولية في المجال النقل البحري ومجال الملاحة البحرية وكل الصناعات المرتبطة به. فعشان خاطر يعني المؤتمر بنفس القوة دايما بيختار اتحاد دولة قبلها بسنتين. يعني زي كل الحاجات المنافسات العالمية اللي بنشوفها في كل المجالات، ما بتبقاش بنختارش الدولة اللي هتستضيف للسنة القادمة، للسنة بعد القادم. فده نفس الحال في هذا المؤتمر التجمع البحري العالمي، كان بيستضاف هذا العام في اليابان، فتقدمنا بطلب لاستضافة هذا المؤتمر. هو العام القادم كان متحدد من السنة الماضية في جورجيا. فكانوا بيشوفوا مين اللي هيستضيف هذا التجمع البحري العالمي في 2021. فطبعا كان في جامعات كبيرة جدا، جامعة داليان في الصين، من روسيا، من السويد، من يعني من تركيا. فشوفنا جامعات كبيرة بتتنافس لاستضافة هذا التجمع البحري العالمي. لكن قوة ملف الأكاديمية والعرض اللي احنا تقدمنا به اللي بيبرز مدى التقدم، مدى التطور العلمي اللي بيحصل في الأكاديمية والثقل العالمي للأكاديمية، خلى المجلس التنفيذي للجامعات البحرية
العالمية فعلا بيدعم ملف الأكاديمية وبيختار الأكاديمية لتنظيم هذا المؤتمر البحر العالمي. طبعا كان في أكيد طموح مشروع للعديد من الدول من خلال جامعاتها، لكن الأكاديمية هي اللي فازت ومصر هي اللي فازت. طبعا جايز في نفس اليوم كانوا برضو هم يعني بيكلموا عن النواحي الأمنية في مصر، فأكدنا أن هناك يعني قلت لهم وأنا بتكلم معاكم دلوقتي وبقدم عرض الأكاديمية للاستضافة، مصر بتستضيف الآلاف من المجتمع الدولي في مجال الاتصالات. نعم. ومصر في المؤتمر العالمي للاتصالات اللي هو يعني صوت الراديو WRC. فطبعا كان رساله واضحه، كان مؤتمر منظم الاتحاد الدولي للاتصالات، بالذات الاتحاد الدولي للاتصالات. فقلت لهم يعني ادي هي دي مصر، وهي دي مصر تستضيف القمه العربيه الاوروبيه، مصر تستضيف القمم العربيه، رئاسه الاتحاد الافريقي، منتدى شباب العالم، مؤتمر شباب العالم بانتظام. فطبعا يعني كل ده يعني اكيد بيوضح ثقل الدولي لمصر. نعم. وبالاكاديميه في وجودها في مصر بيخليها تستفيد بهذا الثقل، فهي يعني حقيقي احنا فخورين بان احنا نجحنا في استضافه هذا التجمع البحري العالمي، وان شاء الله يطلع بالشكل اللي بيليق بالاكاديميه وبمصر باذن الله تعالى في 2021 في الاسكندريه ان شاء الله. نعم. قريبا اعلم ان هناك يعني فرع جديد او مولود جديد من يعني في اسره الاكاديميه، وهو مولود ليس محلي ولكن اقليمي في دولة عربية وتحديدا في الشارقة، يريد برضو تلقى الضوء عن هذا المشروع أو هذا الفرع. احنا طبعا يعني بنعمل كل ما بوسعنا ان احنا ندعم خطط التنمية في دولنا العربية. شوفنا النهاردة في كلمة الوزير الدكتور عبدالله بن حيف وزير النقل في الأشغال والنقل في الإمارات، وهو بيتكلم في كلمته وبيتكلم عن هذا المشروع وبيدعو العالم انه يعني يشاركنا في هذا الاحتفال يوم 8 ديسمبر ان شاء الله، افتتاح فرع الاكاديميه في الاكاديميه العربيه في الشارقه في خرفكان. طبعا احنا يعني كان عندنا حلمين كبار في خلال السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها، والحمد لله خططنا والحمد لله خدنا الدعم اللي احنا نستحقه وبنفخر به من القيادة السياسية في مصر، الجمهورية مصر العربية، وكذلك سمو الحاكم في الإمارات في الشارقة. ونجحنا في ان احنا يكون عندنا 2 يعني فرعين جداد للأكاديمية في يبدأ بهم الدراسة في سبتمبر في العام الدراسي 19-20 هذا العام. وبالفعل الحمد لله العالمين، عاصمة السياحة الجديدة لمصر على ساحل المتوسط. نعم. لما بنروح النهاردة في هذا المشروع الضخم بنلاقي صرح الأكاديمية بيستضيف ويحتضن أبناء مصر وأبناء الأمة العربية في الفرع العالمين، يعني بيبتدي يعني هو يكون يعني يدفع مسيرة التطور في هذه المدينة الجديدة اللي مصر تنشدها إن شاء الله مليونية بإذن الله تعالى. فكنا عند حسن ظن قيادتنا السياسية وعند حسن ظن طموح بلدنا وبدأت الدراسة في العالمين، وفي نفس الوقت على التوازي بدأت الدراسة في الشارقة في خرفكان. فيعني احنا فخورين بما حققناه، واعتقد ان يكون يعني السادة الوزراء العرب يفتخروا بما حققته الأكاديمية ده برضو يعني شهادة بنعتز بيها ونفتخر بيها. يعني في نهاية هذا اللقاء يا ريت سيادتك توجه رسائل لمجتمع الملاحة، يعني مجتمع الملاحة المحلي في مصر تحب تقول لهم ايه؟ والله انا يعني المجتمع الملاحه يعني مصر، المجتمع الملاحه الحكومي والقطاع الخاص ايضا في مصر يعني. والله انا عايز اقول حاجه، يعني احنا برضو نخلي بالنا النهارده واحنا هنا في لندن في نحضر انتخابات
مجلس تنفيذ منظمة البحرية الدولية، بنلاقي المجتمع الملاحي البحري أو المجتمع البحري في مصر موجود يعني هنا بشكل مكثف جدا، رؤساء الاتحادات والشركات، رؤساء الشركات الغرف الملاحة كلهم موجودين هنا يعني مع معالي الوزير ومع الأكاديمية، كلنا موجودين بنحاول فعلا نحشد كل الدول لدعم ترشح مصر للمنظمة البحرية الدولية. المجتمع الملاحة في مصر احنا يعني لسه يعني لغاية النهاردة ما نجحناش في توظيف قدرات الموجودة في مصر بشكل كبير لصالح مصر، وهذا الملف اعتقد انه ليس ملف الحكومة فقط، بالعكس ده ملفنا كلنا. احنا عندنا قدرات كبيرة جدا، عندنا نقاط تميز الدنيا كلها بتحسدنا عليها. أكاديمية بتعد مخطط ان شاء الله، شغالين في المخطط الاستراتيجي للموانئ المصرية، ان شاء الله يطلع بنتائج كويسة، لان فعلا احنا محتاجين نعظم استخدام ما لدينا اكتر من ان احنا نضيف. بنضيف لكن اكثر مما نضيف يجب ان نركز اكثر على يعني الاستفادة القصوى بما بني في مدار، لان بقى يعني لو شفنا مواني كتير في العالم في نفس ما لديها، ولكن بالتطور التكنولوجي وتطور المعدات وتطور العنصر البشري تضاعفت قدراتها البحرية. فأنا بتمنى أن احنا كلنا نتكاتف، كلنا نقف مع بعض من أجل فعلا الخروج بأعظم مردود على مصر من هذا القطاع الحاوي، ليكون حقا قاطرة للتنمية إن شاء الله وللتطور. شكرا جزيلا. في نهاية هذا اللقاء بنشكر الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، شكرا يا فندم. سكة سفر مع هاني عمارة.